شعاع الشمس كانت أشعته سوف تنطفي لولا المحبين لهذا النادي العريق لكي يسترجعوا ماضي جميل لهذا النادي الجميل. أشعاع السويقاوي يدخل مباراته اليوم وهو في وضع مريح بعد أن ابتعد عن خطر الهبوط الذي كان متواجدا فيه في الدور الأول. بالمقابل العميد العماني أقدم نادي عماني وصاحب الإنجاز الآسيوي الوحيد اليوم هو محتاج للنجاة من فخ دوري المظالم. خسارة مباراة اليوم وفوز الشباب يعني العميد 50% في دوري المظالم.